بعض المصلين إذا سجد فإنه يسجد على أصابع يديه ولا يضع كفيه كاملتين على الأرض، ما الحكم في ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أسجد على 7 أعوض، الوجه والكفان والركبتان ورؤوس القدمين، أطراف القدمين، هذه أعضاء السجود، فلا بد من وضعها على المصلى، إما على الأرض مباشرة إذا كان يصلي على الأرض، أو على المصلى الذي يصلي عليه من فراش ونحوه، ولا يجوز له رفع شيء من هذه الأعضاء رفعا كاملا. إذا رفع العضو رفعا كاملا في كل السجود ولم يضعه من غير عذر شرعي لم يصح سجوده، وإذا رفع بعضه صح سجوده ولكن يكون فيه نقص. فهذا الذي يضع أطراف أصابع يديه ويرفع راحتيه عن الأرض ومعظم كفيه، هذا فيه نقص عظيم، لكن لا يقال إن صلاته بطلت لأنه وضع بعض العضو على الأرض. نعم.